يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. نفتخر لأنه احنا من الوحيدين اللي نستعمل 5 أنواع من الحبيبات بخلطة السوبر ديلوكس الأصلية، و6 أنواع بالصيف نستعملها. هاي الأنواع اللي قدامكم 5 حاليا، بس قلت لكم بالصيف نضيف إلها السي 19، لكن ما أعرف شنو مشكلة الطيور إنه السي 19 بالشتاء يعني من يكون الجو بارد يقومون ما يحبوه، فاحنا نسحبه بهاي الفترة. لكن حاليا بموسم الشتاء عندنا 5 أنواع من الحبيبات، ونعتبر نفسنا الوحيدين بهذا المجال انه نستعمل 5 أنواع من الحبيبات الحقيقية. ركز لي، الحقيقية واللي معروفة على مستوى المنتجات الطيور على شركات عالمية. يعني اول منتج اللي هو البي 18، هذا عبارة عن خلاصة مال فواكه. يعني اللي مستعمل البي 18 راح يشوف او راح يشتم الريحة مالته اللي عبارة عن ريحة التفاح على المانجا على المشمش، يعني خليط مال الفواكه، فشي كلش حلو والطيور كلش تحبه. يعني اول توجه يروحون على هاي الحبيبات، هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي هو الاف 16، ما احكي لكم على الاف 16، هواي من المربين راح يعرفون شنو هاي الحبيبات وشنو الفائده مالتها. انا ما اقدر اطور اخلي اسولف لك على كل حبيبات وفوائد مالتها لان الفيديو يطول. هاي خلاص طبعا مال الخوخ، يعني ريحه الخوخ تكون واضحه كلش بها، وايضا تحتوي على هواي من الفوائد. هنا الحبيبات الأخرى اللي هي السكسيز، هذا هنا يشتغل مباشر على الضخامة، هو الخلاصة مال الذرة والبطاطا وهاي الترتيبات كلها، يعني بها هواي مجموعة من الفوائد. المنتج الآخر اللي هو هذا الألماني، حبيبات ألمانية، الشغل مالتها الأساسي طبعا هي تحتوي شلون هسه ريحة السمك كلش واضحة بها، ريحة مال السمك كلش قوية، تحتوي على كمية هائلة من الأوميغا 3 السيلينيوم. هذا يشتغل مباشر على التجهيز للطيور، يعني يحفز لك الطيور للإنتاج إذا فحل وإذا نسي، اثنين هيجنوا بنفس الوقت، يعطي ضخامة وينطي وقاية، الاحتواء على الأوميغا 3 بنسب كلش كبيرة. والمنتج الأخير ذاك اليوم شرحت لكم عليه اللي هو الكاروت، اللي عبارة هو عن ألياف، والطيور هذا كلش ترغبه. يعني شلون أقول لك، يشبع الطير من ياخذ يجي على الطير، العفو يجي الطير على هذا الأكل، حباية حبايتين رأسا يشبع، لأنه عبارة عن ألياف، يعني تترس الحوصله مالته. قلت لكم احنا ننفرد بهذا الموضوع انه 5 أنواع حاليا للحبيبات و6 أنواع تصير بموسم الصيف. تحياتنا. وهذا شكل خلطه السوبر ديلوكس الاصليه بعد التحديث الجديد واضافه المواد الجديده الخاصه بهذا الموسم. مثل ما قاعد تلاحظون الخشونه وكثره المواد، بس هنا نتاكد من اقول لك خلطه السوبر ديلوكس الاصليه، انتبه لي، هذا الرقم فقط تلقاه على العلبه، ماكو غير رقم، احفظ الرقم يمك حتى تتاكد. اوكي، والباركود اللي يوديك على الصفحه الاصليه، وما عندنا فرع بسوق الغزل نهائيا ولا السنك، لانه خصوصا الغزل كلها صحيح خلطه السوبر ديلوكس، وهذول مو لنا واحنا ما مسؤولين عنهم. سعر الكيلو 10، سعر النص 5، موجود توصيل بغداد وكل المحافظات 5000. تحياتنا.